جماعة الترابية لسيف طوبة. أنا كنت واجد اليوم وشرف ليا وخرجوني من هاد الظروف ديال الوفاة ديال الوالد. أنا فخور بزاف وشكرا للسيد الرئيس مرة أخرى على هاد الدعوة، وشرف ليا باش شرف كبير باش نجي نعرض العرض ديالي وسط هاد الجماهير الزوينة والطيبة. والله العظيم إلا تفاجأت، كلشي كيرحب بيا وفرحان بيا، والناس على قد الحال والامكانيات ونظرا للظروف ما كتسمحلوش، ولكن وفرحان بالمهرجان، فرحان بالابطال، فرحان بالضيوف، وانا فخور بزاف وكنتمنى الله سبحانه وتعالى نكون في حسن الظن، في حسن الظن هاد الناس ديال جماعه الترابيه لسوق طلبه، وهاد هاد الدوار قبيله الهبطي ناس زوينين، وانا فخور بزاف كنتمنى الله سبحانه وتعالى سي اسلام جون. انا فرحت من كنلقى رؤساء لي جون كيفكروا، عندهم افكار كثيره وكيحلموا بزاف، ولكن انا كنتمنى السيد الوالي سي بومهيديه كنعرفوه راجل طيب وكنعرفوه كيدلع وكيزور بالمثال المغربي كيدلع الدواور، وكنتمنى يدفع هذه الجامعه، هذه الجامعه محتاجه بالدعم، عندها جامعه فقيره ما عندها شي مصنع، ما عندها شي وزين، ما عندها شي وزينات ديال الحوامي، الظروف ما كتسمحش، كنتمنى يعاونوهم، لان الاغلب ديال الناس هنا ناس ديال العالم القروي، حنا كاع اصولنا من الباديه، تنسمعوا الرئيس، تنسمعوا الجماعه، كلشي الناس غالي تيقول راه عندهم فلوس، عندهم بيجي، عندهم هذا، ما داروش، ما صابوش طريق، ما صابوش هذا، لا ما ناخذوش هذه الفكره، حنا كنا غالطين بزاف ديما. انا كنتمنى من جهه المعنيه بالامر الناس لا ريجون السيد العام ديال العريش السيد الوالي، انا من هذا المنبر انا كبطل دولي سفير ديال بلدنا في المغرب عزيز عليا بلدي، انا كنتمنىكم تدفعوا بهذه المدينه هذه، لان ولا دفعتوا بهذه المدينه حتى الشباب ما كيغادروش يحرقوا ولا يتاجوا شي حاجه اليوم اللي خاسره، يرجعوا للبليه، يرجعوا بزاف د الحوايج. انا شفت قبيله نظرا للظروف على قد الامكان صاوبوا ملعب القرب، الطريق مصاوبه، نشروا داروا على قد الامكانيه ديالهم، ولكن الاعداديه انا كنتمنى حتى انتم عاونوهم، راه ما عندهمش حاجه اللي يعاونوا معاهم، راه عندكم انتم السيد الوالي راه عندك بزاف د الوزينات، توفروا معاه شي جوج وزينات ولا ثلاثه اشنو ولا تشونجو وتحطوا في هذه المدينه، ما فيها باس، اقل يخدموا مع واحد 200، وديك 200 كل واحد غيهز واحد العدد ديال العائله. وانا كنتمنى الا كنا مغاربه خصنا نحنوا على خوتنا ونعاونوهم، ما نخليهمش عارفين مع المواطن ديالهم، السيد رئيس والناس ديال الاعضاء ولا السيد القائد ولا السيد الباشا راه كيلقاو احراج مع المواطن، هنا كيشوفوا الطريق كيعاتبوا الرئيس، كيعاتبوا السيد القائد، السيد الباشا، الاعضاء، راه ما عندهمش دعم، راه نتوما عاونوهم دعموهم، كاين الحمد لله امكانيات بلدنا راه موفره على بزاف الخير، كنتمنى هاد المدن الصوار راه هما اللي كيعطيو ابطال، كيعطيو قدوه للمغرب، راه حنا ولاد، حنا ابطال ولاد العالم القروي، ولاد هاد المناطق، راه باش طلعنا تلقينا الناس مدونا يدنا مدونا اليدين ديالهم وطلعنا، ولكن هاد الوليدات شنو ذنبو؟ علاش ما يكونش عندهم مسبح ماشي مغربي؟ مسبح بشهر يطلب جوج مسابح، جوج بيسينات، فضاء في خرجوا النساء، واش النساء ماشي مغربيات؟ ما من حقهمش هما يخرجوا للفضاء عشية وتكون جردة ويكون ويكون واحد الفضاء شعل الضوء، يكونوا حوانت مستفلوا للشباب، ما يمكنش نبقاو نحملوا حنا كلشي للجامعه ولا للرئيس ولا للقائد ولا الجمعيات مساكن ولا، انا كنتمنى الجهات المسؤوله اللي عندها دخل بحال العريش عندها دخل، السيد العام الله يجازيك بخير، السيد العام الناس راه كتجي وتخرج وتطلع وتشوف وتخدم، ودينا دابا انا جيت قبيله على الرئيس والله الا كيعاني، وعلاش ما يكونش الرئيس شي حاجه بسيطه ما كاينش، انا كنتمنى من هذا المنبر عاونوا هذه المدن، وكتقولوا انتم حنا نحاربوا الحريق، نحاربوا المخدرات، نحاربوا هادشي، باش تحاربوا ودفعوا باش تحاربوا هادشي، ويمكن كنهضروا ما كنديروش راه الدراري كينحارفوا، انا نكون في هذه المنطقه ولا ما لقيت حتى شي حاجه راه نحارب شي حاجه ولا نتاجر الحريق، ولكن الا بغيتوا تفرانيوا هادشي وتفوا الغضب وعاونوا المدينه، جيو واحد دان، ديروا واحد فضاءات، ديروا شي حاجه فين تهوا هاد الشباب، وهاد الشاب راه من نهار كامل هو مسكين شنو هو، الله يحسن العون، انا ماشي كنهضر جيت ما نفكر في المباراه ديالي ونمشي، لا بالعكس انا مغربي وانا كنحس بالناس، انا خصني نخلي واحد المساج لجهات المسؤوله اللي معنيه بالامر، الله يجزيكم بخير، راه سيدنا تا هو كيخدم كيتحارب راكم تعاونوه، والله يجزيكم بخير، انا المنبر انا كنغير على وطننا وبلدنا وكل شيء، انا بلادي غاليه احسن بلد في العالم بالنسبه لي، من ما نلقاش مهم مقتوله ولا الحرب ولا انقلاب في البلاد ديالنا ولا شرف المغرب وبلدنا، حنا مشينا الدول زرناهم والله العظيم من اغنى المدن، عيننا في الاكل، عيننا في الجو، عيننا هما الجيران ديالنا، انا ما كنعيش جزائر بالعكس، انا هذوك الناس شعوب خوتنا ومسلمين، ولكن مشيت عندهم عانيت والله الا عانيت، عانيت في تونس، عانيت في مصر، عانيت في دوله متقدمه روسيا كمشيت لكوب دي موند، في الاكل، في الحريات ما كاينش، الامكانيات، النظام، كل شيء، ولكن حريه المغرب ما كاينش، وباش نحاولوا نديروا عشوائيه لهذ المدينه، وانا جيت باش ندير الديمونستراسيون، ما جيتش باش نلعب وانا ندير فلوس ونمشي، جيت نخلي واحد الميساج، الله يجازيكم بخير، لبوا هذه الدعوه، وانا جيت لقيت شباب
لا في الامن لا في الدرك لا في السلطانه في السيد القايد لا كلشي باغي يتحمس وباغي يخدم ولكن يعاونهم راه ما عندهمش حاجيات اقل يكون واحد السبيطار صغير اعتق عن والده ناس مسكينه كتزاد عليها الحال مات ثلاثه الليل وراجل ما عندوش امكانيات ونظرا للطرق نظرا للبعد باش توصل لسبيطار طنجه ولا العريش وخصها تموت شنو فيها اللي درتو سبيطار صغير شحال يطلب حنا كنديرهم اش نقول لك انا ما كان عاتب لحد زيدوا يكبروه كاين حاجات ناقصين فيه يزيدوا يكبروه شنو فيها اللي زادوا الماتريال وزادوا ولات العمليه كدار هنا ان شاء الله نتمنى وانا ما تنضرب حد ولكن نديروا الخير كاين بلادنا علاش ما نخدموش الشباب كاين فاش يخدموا ديرهم فاش يتلاو هنا وانا ما نطولش عليكم سمحوا لي الا قلت هذا الشيء انا كنجي ديما كنوصل ميساج انا كنجي باش نلعب ولا شي حاجه لا لعبت ما لعبتش ما عنديش مشكل نربح ديالهم نخلي ميساج ونتمنى هذا الميساج يوصل سيد والي انا كنتمنى وراجل صارم وراه لعبت عندك في وجده ولعبت في الرباط في السلا في مكتي في تماره وفي طنجه والله يجازيك بخير وانا عارفك راجل زعيم كنتمنى تزور هذه المدينه وشوفها مدينه جميله وما عندهمش اخر الامكان وفرحوا هذا وهما دايروا ليا واحد الحدث رغم ذلك ما عندهمش عاطيني واحد البريم اللي والله الا ما كنلعبش مدن كبار وعطوا لي مدينه ما عندهم حتى الضوء على قد الامكانيات كيتقاتلوا باش يوفروا ورغموا وجابوا هاد الناس وفرضوا من جيوبهم راه ماشي عندهم دعم من بلايص اخرين راه داروا الفرضه باش جابوا هاد النجوم هذا باش يرضيوا ولاد البلاد ديالهم حتى انتم عاونوهم الله يجازيكم بخير وما يمكنش حتى شي مشروع يمشي لمدينه كبيره كنزيدوا لشي حاجه نزيدوا الخير في الخير لا زيدوا المدينه اللي ناقصه واش نقول لكم شكرا وتحيه لكم وشكرا السيد الرئيس على الدعوه ودير المهرجان فرحا شكرا لكم بالمنطقه وجلب الاستثمار الحمد لله حنا كنشتغلوا مع هذا المنبر كنشكروا السلطات المحليه وكذلك السيد عام الاقليم اللي ما كيبخلش علينا الحمد لله دابا حنا غادي في الطريق الصحيح ولكن هذا الشيء باقي يعني كما قلت السي عزيز مازال محتاجين ان الدعم خصوصا الجماعات القرويه انا ديما تنقولها من المنبر العالم الجماعات العالم القروي كما قلت السي عزيز يعني الهدف من هذا المهرجان هو نعرفوا بالمنطقه ديالنا ويجوا عندنا ابطال كي بحالكم السي عزيز وباش نثيروا الانتباه للجميع وشكرا وتبارك الله عليكم. سال ديالها 25 عام انا في عمري 45 عام دخلت قريب دخلت 45 عام بديت واحد 10 سنين بانت الموهبه في سوق الاربع الغرب انطلقت دينا عروض صغار طارقنا لكازا تما لقينا انديه دايره في الاتقان شي عزلون دايره في الاتقان كان عندي واحد القوه ديال النطر ولكن كانت عزيزه عليا الرياضه كنت كنشوفها من الهلول حاولنا نطورها وبديت من الصغر وكبرت معها والحمد لله مشات بشكل بعيد واول رياضه لي في المغرب لاول رياضه التحدي كتدخل ثلاثه المرات الموسوعه جينيز المغرب خلال باش لي داخل الجينيز كان واقيلا العرف ديالي هو واقيلا سعيد عويطه ودخلنا بشي حاجه ديال الطعام بشي طاجين كبير كان دخلنا به الجينيز ورياضه التحدي دخلت باخره 265 طن في كازا شي جيتها تحديت الهندي 200 طن توصلوا 200 طن 265 طن وجبت 10 سيارات في الشهر ديال المدينه الدار البيضاء بعين السبع والرقم القياسي هو الاخر هو ديال 6 سيارات دفعتهم بالسيف ودابا ان شاء الله كاين رقم قياسي 30 كيلومتر على الطريق جوج سيارات المروحيه باش تهز من طنجه اسبانيا من شهرين راه نتوما عرفتوا شحال وانا كنهضر عليها كنلقى العراقيل فيما ماشي العراقيل معرقل المغرب لا بالعكس من كنبغي ندير هذا الحدث كنكيرود كتنوض شي حاجه سياسيا واش المغرب مع اسبانيا واش شي حاجه والحمد لله هذا الرقم هذا مقبل على المغرب باش ندخلوا بلدي ورياضه جميله وخذت شعبيه كبيره. هسا هاد الرياضه كما كنشوفوا قليل اللي يكون كيقدر شي واحد انه يتبع هاد الرياضه، هاد الرياضه كتكون بواحد المجهودات بواحد القوه اللي سبحان الله اللي كتعطي لواحد خاص. شي حال هاد الرياضه صغير. الحمد لله كاين هاد هو اللي كاين ناس كولين منهم الشابون ومن ايران منهم الهنود، الهنود عندهم رياضه دف ما لعبش معاهم ومكنني الله سبحانه وتعالى. اللي خلى الشباب ما يمارسوش ما كيشوفوها صالح بعد المواقع كيعاني كيدير ديمونستراسيونات كبار. والشباب الصغار تيتبعوا لهم وجابوا بهم تيتبعوا التصريح على صالح دار حدث كبير وما لقاش الدعم تيقول لك واه انا مارسوا رياضه التحدي جميله حيت هي كتمارس من الصغر الا ما بديتيش من 10 سنين ما تقدرش تمارسها ما يمكنش تصوم 30 عام وتحمل سياره تدوز على البطن ديالك ولا تشرب جوج سيارات جوج كاميرات ولا طياره بالشعر ديالك ما يمكنش خاصك تبداها صغير والشباب تيشوفوك انا عزيز صالحي من الدعم يمكن دابا كاين واحد الولاد الاخوت ديالي واحد ولد خويا وشي ثلاثه ولاد عين السبع وواحد ولد وجده عندهم 14 عام جايين في الطريق ان شاء الله باش بس انا غايشد الطريق هي رياضه جميله هي كتمارس هي كتهتم على شويه الصبر شويه الانسان حيت الانسان اللي كان فيه الخوف ما يدير حتى شي حاجه حتى الحمام ما يقدرش يدخل وهي ديما كتبقى زعامه خصوصا الرياضه ديالكم هاد الرياضه ديال التحدي يعني كما قلت ما كاينش الدعم وما عندهاش حتى الجامعه ديالها يعني كتلقى الانسان يعني كما قالوا كتطوعي كيخرج يدير واحد وهي شكرا الله سبحانه وتعالى كون جامع وقال ما كناش نزيدوا في الدعم. نعم. هي ديما كيقول لك الحبره كتطلع منها بطل. نعم. على مستوى اقليم العرائش كنعرفوا كانوا بعض الابطال تا هما اللي ساهموا في نشر هذه الرياضه
بالنسبه لك انت واش ممكن تساهم يعني في هذه الرياضات يعني على مستوى التاطير على مستوى الممارسه الرفع المستوى الممارسه الاخص في مدينه القصر الكبير والعرائش والاقليم بصفه عامه. القصر كان واحد الدرينا بيرو القصر كاين جابري من العرائش كان عبد الله الكبيري تازا كاين واحد هو اكبر منا من دخاله من اسيا ولكن هذاك ماشي غنهضروا عليه ولا هذا كيشتغل بطريقه عشوائيه كيدخل فيها شويه ديال النساء يكتب المخاض رياضه كتعتمد على التركيز على اليوغا على التغامر ما عندها حتى شي علاقه. بغيت نوضح لكم واحد السؤال بزاف الناس غالطين تيقول لك مثلا هاد الرياضه فيها الجن كيوي عقلي يجرجوا السيارات هذا الانسان تيكون عنده واحد الافكار محدوده كاين من غير الله سبحانه وتعالى راه حتى حاجه ما تقدر تخلق راه هذاك التليفون باش هزو بيدك اللهم سخر لك الله الطاقه باش خدمت لك سمعتي باش هزو التليفون ما يمكن ديما تعتمد على التركيز وعلى شويه ديال التغامر وعلى الممارسه وعلى الصبر وعلى الصبر والتضحيه. على مستوى التنظيم ديال المسابقات وديك الشيء في الاقليم وعلى مستوى التنشيط الرياضي يعني بصفه عامه ونشر هذه الرياضه قلت يعني كيفاش يمكن تساهموا انتم في تطوير هذه الرياضه على مستوى الاقليم؟ الحمد لله هي تطورت هي بدايه الرياضه فاش كنعرفها عزيز صالحي كنت عرفتها من كنت صغير كنمشي مع الاب ديالي كتبان لي في الحلقه هذا كيسخن شاد السكر بسنانه وهذا كيهرسوا البريك على راسه حنا خديناها وطورناها وبحثنا ودنا شويه ديال التدريب وقوينا المسك اللي كيتحمل مثلا الظهر كنترينيو عليه كنمشيو للبحر كنترينيو في الثلج باش تدوز عليك السياره راه خصك تخدم واحد 10 ايام في الافران في الثلج باش المسك ديالك يقصح التحمل ديال السياره باش تدوز على الكرش ديالك كتكون مهيئ لها باش تجر الطياره كتمشي تريني لومبير الفخاط ما كانش عندك واحد البنيه كضرب واحد العدد ديال لي زاباري ديال الطحون وكتريني في البحر كتعمر الخناشه وكتنزل في البحر في الرمله وكتمشي بها راه ما يمكنش تجي واخا تكون عندك هذه 200 كيلو تشوف قدام الكامي ما تيجر الا ما كانش عندك واحد الخبره والتدريب عليها ان شاء الله راه ما يمكنش تجيب بطل العالم ديال الجمباز دري صغير بدا وواحد يقول لك انا عندي 30 عام ونكون بطل الجمباز اي رياضه كتبغي نقول لها صاحبي. ايوا شكرا السي عزيز على هذا المدوى صاحبي وشكرا الطلبه والله الا مدينه بغيتها تعرفوها الناس لانه نظرا للضيافه ديالها نظرا للناس ديالها التهوار ديالها مدينه بغينا تعرف لماذا تزود تكبر وتزيد قدام انا كنتمنى الناس ديال رانا كنعرف شي ناس هنا بلا ما نسميهمكم راه الناس لاباس عليهم وخارج من المدينه انا كنتمنى يجيو يديروا المشاريع ديالهم هنا انا راه كنعرفهم شخصيا ما نقدرش نجبدهم ولكن من لاريجون لقينا ابطال كبار وفي المنتخب لاعبين كبار من هاد لاريجون عندكم كنتمنى الا كان يخرج عند المدينه يجيو لها راه مدينه تمر حتى واحد ما كينسى المدينه ديالها راه انا تانا كنشرك حقي في هاد المدينه انا مثلا ولد القرب ولد الغرب ها سوق ليربا ها القصر ها المدينه حتى هي كتفكر جيران جيران وانا كنتمنى ديما وزيدنا ديما الحمد لله اليوم ولا هذا التليفونات وهذا الشيء انا كنتمنى جيران قلت لي كيزور سوق ليربا على القصر وهاد المدينه لماذا سيدنا الله ينصرو راه كيبغي يزور وكيبغي يعاون لانه هاد المدينه محتاجه بالزيارات ديال الناس يشوفوها راه حتى هي مدينه جميله راه تستحق حتى هي كتعرفوا عليها اكثر راه فيها ما يتشاف خاصها شويه ديال التضحيه وسيد الرئيس انا كنتمنى يعاونوك وانت سيد رئيس الجوله مازال غتقرا وراه كنفرح باش كنمشيو في الجوله وشكرا للسلطه المحليه ولا الدرك المالي.